لي والدة لم تصم عدة رمضان بسبب مرضها، وهي فقيرة وليس لها شيء، بماذا تنصحونها وكيف توجهونها؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت لا تستطيع الصيام بصفة مستمرة فإنها يطعم عنها عن كل يوم مسكينة، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومعنى يطيقونه يعني يشق عليهم الصيام لكبر أو مرض مزمن، فإنهم يدفعون الفدية أو تدفع عنهم الفدية إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار كيلو ونصف عن كل يوم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.